بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. وقصة جديدة من قصص تراثنا الرائع الجميل اللي مليان جواهر. جواهر مش عشان نعيش في الماضي، جواهر عشان كل ما تلمع قدام عينينا نحب نطلع إحنا كمان جواهر جديدة لتبقى هذه الأمة متجددة، ويفرح بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وكأننا بحكي قصص تراث عشان أنعش جواك وجوه خلايا جسمك الرغبة في الإبداع، الرغبة في الإضافة، وأنا كمان عايز أقدم شيء لهذه الأمة ولهذا الدين، وفرح ربنا بي ويفرح بي ويفتخر بي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. دي فكرتنا من تراث. قصة النهاردة قصة واحد رائع، أنا شخصيا بحبه جدا ومتعلق بيه جدا وأحيانا بغار منه جدا. مين؟ الإمام النووي. إيه الإمام النووي؟ الإمام النووي ده راجل يعني حمل من العلم للمسلمين اللي لسه عايش لغاية دلوقتي. على فكرة هو مات عنده 40 سنة ومات متجوز. ليه متجوز؟ ملحقش، من كتر انشغاله بالعلم وانه هو عايز يطلع للمسلمين حاجة غير عادية تعيش وتعيش وتعيش. يا جماعة هو له 3 مؤلفات كبيرة عايشة لغاية النهاردة، وعايشة لغاية النهاردة وموجودة جوه البيوت وموجودة بين الناس. وانا بقولك انا بغير منه، لان انا ساعات اسأل نفسي يا ترى انا ممكن اللي انا بقوله يعيش من بعدي؟ هو منتجاته عايشة بقالها 800 سنة. 800 سنة يا جماعة، 800 سنة كتب البخاري موجودة لغاية دلوقتي، خاصة ان 3 كتب الكبيرة والثلاث كتب حكاية هقول لكم قصتهم وازاي فكر فيهم وازاي طلعهم ومنين جات له الفكرة وليه عايشين لغاية دلوقتي. مبدع، من كتر ما هو مركز نسي يتجوز. انتوا متخيلين؟ ومن كتر ما هو عايز يطلع احسن ما عنده ومات صغير، مات 40 سنة وعاش مع امه الفترة دي كلها، وكانت امه هي السند وهي الداعم. فازاي وازاي كتبه عايشة لغاية دلوقتي؟ يعني كتير من العلماء كتبهم ما عاشتش، وكتير كتبهم عايشة بس للعلماء بس. في كتب كتير وما حدش من الناس العادية اللي زينا يقراها، لكن النووي لا، كتبه موجودة في البيوت وموجودة في البيوت لغاية دلوقتي ولغاية قريب. ايه حكاية الامام النووي؟ الامام النووي ده راجل شعبي. يعني ايه راجل شعبي؟ يعني راجل مش بتاع الكلام المعقد او بتاع الكلام العلماء الكبار اللي بيكلم، لا لا لا، هو راجل بتاع الناس. اصل هو كان عايش في وسط الناس، وكان مقسم وقته نصين، نص يمشي في الاسواق ويشوف الناس بتفكر ازاي وبتتكلم ازاي، ونص يقعد في بيته يقرا العلم ويالف العلم. فهو فاهم دنيا قوي، وانا ده احد الاسباب كمان اللي بحبه عشانها قوي، لان انا اعتقد ان انا كده. انا ممكن ما بقولش علم كبير، لكن انا عايش في وسط الناس، فبقول كلام اظن ان الناس بتسمعه لانه شبههم وحاسس بيهم. ده الامام النووي، بحبه جدا، متعلق بيه جدا، بغار منه جدا، لان نفسي الطريقه اللي كلامه عاش بيها معقوله اثره ممتد كده 800 سنه؟ ليه؟ ايه اللي يخليه يقول حاجات تستمر 800 سنه؟ الامام النووي قعد يفكر بعد ما اتعلم العلم وبعد ما عاش وسط الناس، ايه اللي يفيد الناس؟ لان العلماء كلهم مركزين على الكلام العلمي التقيل، يعني الفخم بس المجعلص الصعب، وهو مش كده. فقرر يعمل منهج لكتبه. عايز يعمل حاجه للناس العاديه اللي زينا اللي عايزه تتعلم العلم جامد بس مش علماء، فقام عمل لهم حاجه. وبعدين حب يعمل للاسره، للعيله مع بعضها حاجه. وبعدين قرر يعمل للشباب حاجه بسيطه بس تكون قويه جدا ومركزه جدا، فعمل 3 منتجات. والثلاث منتجات طالعين من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عمل منتج تقيل بس سهل قوي، شرح صحيح مسلم، جاب كل الاحاديث اللي جمعها الامام مسلم وشرحها بطريقه بسيطه جدا جدا جدا، بس 12 جزء، ده للي عايز يتعلم. وقام عامل كتاب للاسره اسمه رياض الصالحين. رياض الصالحين لما تقلب وتقرا فهرس الكتاب كانه بيكلم العائلات، ومرتب احاديث النبي بطريقه غير الطريقه اللي مترتبه في كتب العلماء. عامله للاسره. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه في بيته، يقوم جايب لك النبي في بيته ويحط لك كل الاحاديث اللي لها علاقه للنبي في بيته، وهكذا مرتب الكتاب بالطريقه دي. وبعدين قام عامل حته كتاب صغير قد كده اهو، صغنطوط جدا، عايش لغايه دلوقتي، اسمه الاربعين النوويه.
ايه الكتاب ده؟ صغير قوي. الاول صحيح مسلم قد كده اهو، وبعدين رياض الصالحين كتاب واحد قد كده اهو، وبعدين كتاب كده صغنطوط جدا 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 ال40 نووية. اصله سمع حديث للنبي بيقول من جمع 40 من حفظ 40 حديثا في شؤون امتي، يعني اهم حاجة تهم المسلمين، كان له جزاء الجنة، اللي يحفظ ال40 حديث. فقام مجمع اهم 40 حديث يهم المسلمين، فالتلت منتجات عايشين لغايه دلوقتي. لا لا لا، راجل راجل غير عادي، راجل غير عادي. لو عايز تقرا اسهل حاجه تشرح الاحاديث النبي كلها، شرح صحيح مسلم. لو عايز حاجه لبيتك تحطها في مكتبه بيتك وكل شويه تقراها انت ومراتك واولادك، او انت لما تكون عايز ترجع لحاجه، رياض الصالحين. لو عايز حاجه صغيره تقول لك ايه اهم 40 حديث رواه قالهم النبي صلى الله عليه وسلم يخلوك تعيش عيشه كويسه، ال40 نوويه، ومحدش عرف يعمل الثلاثيه دي. راجل دماغه مترتبه على احتياجات الناس، عايش باحتياجات الناس، انما عمل حاجه تانية عجيبه جدا، عبقري. التلات كتب حط اول حديثين فيهم رياض الصالحين، اول حديثين ال40 نوويه، اول حديثين شرح صحيح مسلم، اول حديثين هم هنا هنا هنا، كأنه بيقول لك هما دول. الحديث الأولاني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، منطقي إنه يبدأ كده، بس شرحه ليهم عبقري. قال لك إنما الأعمال بالنيات سيجازيك الله يوم القيامة ويرفع قدرك على قدر نيتك. إنما الأعمال بالنيات، قبول الله لأعمالك مرتبط بنيتك. ده كلام، ده كلام الإمام النووي، لأنه بيشرح، بس بيشرح شرح سهل أي واحد فينا يفهمه. إنما الأعمال بالنيات، نيتك هي اللي هترفعك، نيتك هي اللي هتخلي ربنا يقبلك، نيتك هي اللي هتعليك. بس الحتة التانية وإنما لكل امرئ ما نوى برضه عبقري. قال لك كتر النوايا، لأن معنى كلام النبي لكل امرئ ما نوى، كل ما تنوي على نفس العمل تاخد ثواب أكتر. إيه ده، جابها إزاي دي؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، كتر النوايا تاخد الثواب على كل النوايا في العمل الواحد. جامدة جداً. وهو اللي قال فكرة ان الصحابة كانوا تجار نيات. يعني ايه تجار نيات؟ يعمل عمل واحد بعشر نوايا فياخد ثواب على العشرة، فيبقى العمل ثوابه ضخم جدا 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 وهو عمل واحد. الفكرة دي فكرة النووي. ادي الحديث الاولاني. الحديث التاني اللي حطه في كل كتب الحديث بتاعته، لما سيدنا جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثلاث أسئلة، يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. فالإمام النووي قال هم دول أصول ديننا الثلاثة، عشان كده لازم تحفظوا كلكم الحديث ده، لأن الحديث ده هو اللي بيوريكم الدين كله. أخبرني عن الإسلام، الفرائض الخمسة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة. خلصنا. أخبرني عن الإيمان، الست حاجات الأساسية بتاعت الإيمان: تؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر خيره وشره، صح وغلط، يا بتؤمن يا بتؤمنش. حدثني عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، طلع أحسن ما عندك لأنك كأنك تراه، انسى البشر، خليك مع الله. وكأن الإحسان هو اللي بيدي الروح للإسلام والإيمان. فأم قايل لك هذا الحديث ربع الإسلام، ربع الإسلام الحديث ده، والإحسان تلت الدين الثالث. فإسلام، إيمان، إحسان. فحط الحديثين دول وقال لك لو عشت بالحديثين دول خلي نواياك حلوة، إنما الأعمال بالنيات، وعيش بالإحسان تخلي الإسلام والإيمان لهم طعم وتحس بيهم لأنك بتعبد الله كأنك تراه. عبقري مش كده؟ الإمام النووي عايش لغاية النهاردة وهو مات عنده 40 سنة. أنت هتعمل إيه؟ تقدم حاجة حلوة. أنصحكم بإيه؟ هات رياض الصالحين اقراه، هيعجبك قوي. خليه في مكتبة بيتك، مش اقراه، هتحتاجه من آن لآخر. وهات ال40 النووية، مش لازم تحفظ ال40 حديث، بس أول حديثين مهمين جدا جدا جدا. ده كان الإمام النووي، شخص رائع في تاريخنا، نفتخر بيه ونفرح بيه. دور على حاجة بقى تسيب بيها أثر أنت كمان في الحياة، تفرح بيها النبي يوم القيامة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة